فالمصحف وفؤادي ذاق شهدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام والشعب المصري بخير. ما زلنا أعزائي المشاهدين في شهر رمضان الكريم، شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. بيشرفني النهاردة في حلقة اليوم من برنامج من الحياة ضيف عزيز علي، دكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف، وبيشرفني وجود المنشد أحمد رمزي معانا اليوم في حلقة جديدة من برنامج من الحياة. إن شاء الله حلقة تعجبكم. هنتكلم مع دكتور عبد الوارث في حاجات كتيرة قوي، محاذير ونصايح لازم نعملها في شهر رمضان. خلي بالكو النصايح دي مهمة جدا ليكو في شهر رمضان، وهنستمتع مع المنشد أحمد رمزي في بعض الابتهالات الدينية. ونبدأ مع دكتور عبد الوارث عثمان. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب إن شاء الله. رمضان كريم. الله أكرم إن شاء الله. دكتور، كثير من الناس في شهر رمضان بيحتاج النصيحة، وبيحتاج ان هو يعرف كثير وكثير عن شهر رمضان، بيبقى محتاج يعرف يعمل ايه ويتجنب ايه في شهر رمضان عشان ما تبقاش المعلومة كاملة عنده. فمن خلال حلقتنا النهاردة ومن خلال وجود حضرتك معانا، عايزين اكبر كم من النصايح للمسلم في رمضان. ومن هذه النصايح الحاجات اللي بتبقى بتهم كل واحد مننا هي جبر الخواطر. بنسمع عن جبر الخواطر، وبنسمع عن اسم الله من أسماء الله الحسنى الجبار، وبنشوف ان في ناس في مجتمعنا بتحتاج ان حد يجبر بخاطرها، وخاصة في هذا الشهر الكريم. ممكن تكون من القرايب، ممكن تكون من عامة الشعب، ممكن تكون من الأصحاب، ولكن هناك كلمة تجبر بخاطر إنسان، وكلمة تلقي بحتف إنسان. حول الكلمة وجبر الخواطر حضرتك هتكلمني وتقولي كيف نجبر بخاطر بعضنا البعض في هذا الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي وجب عليكم الصيام، كتبه الله عليكم كما كتبه على الأمم التي من قبلنا. الإنسان لابد وأن يعرف الحكمة من الصوم. لو فتحنا المجال للكلام في الحكمة من الصوم ستجد الكثير جدا في كتب الفقهاء وحتى عند الأطباء وعند غيرهم في الحكمة من الصوم وفوائد الصوم. إلا أن في هذه الآية حدد الله تبارك وتعالى الهدف نصا من الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن علة الصوم وأن فائدة الصوم هي الوصول إلى تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله هي التي تجعلك من المسلمين حقا وصدقا. تقوى الله هي التي تفتح لك أبواب الجنة تدخل منها كيفما شئت. تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تجعل المجتمع الذي نعيش فيه مجتمعا مؤمنا سليم الإيمان، يشعر بحلاوة الصلاة وحلاوة الصيام وحلاوة قدوم هذا الشهر وهو شهر رمضان. التقوى كما عرفها العلماء هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. والتقوى كما هذا عند الإمام علي بن أبي طالب، وهي كما عرفها أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يعني جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عمر ذهب إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ سيدنا عمر
هو اللي بيسأل أبي ابن كعب، بيسأله بيقول له ما هي التقوى؟ قال له يا عمر أما سرت في طريق ذا شوك؟ قال له أيوة بلى. قال فماذا تفعل؟ قال أتشمر وأتجهز. يقصد أبي بن كعب هذه الدنيا وما فيها من ملذات وما فيها من مفاتن وما داخل الإنسان من غرائز ومن شهوات، ما هي إلا أشواك تصيب المؤمن. فماذا يفعل التقي؟ يتقي ويتجهز ويتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وهذا هو التشمر والتجهز والتحصن، يستعين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأفعال الصحابة حتى يقي هذه الأشواك فلا تنغرس فيه شوكة ولا يصاب بإحداها. كذلك المسلم في رمضان يلقى العديد من الأشواك، عندها مثلا أشواك الأقارب الذين يعني حدثت بينهم مشاحنة أو بينهم مشكلة أو بينهم قضية أو ما إلى ذلك، ثم يقدم عليهم رمضان فيصوم الكل وهم متشاحنون وهم متخاصمون وهم لا يكلم بعضهم بعضا، فكيف يتقبل الله سبحانه وتعالى الصوم من هؤلاء؟ كيف يتقبل الله القيام من قوم بعد الصلاة يكيد بعضهم لبعض وفي هذا الشهر الفضيل؟ إذا من النصائح الأولى التي يجب أن يتبعها المسلم في هذا الشهر المبارك هو أن تتصافى وتتصالح وتتصارح الناس ويعفو عن بعضهم بعضا حتى يصل إلى ما هو تقوى، حتى يصل إلى معنى كلمة التقوى. كلمة التقوى لا بد منها، لأن الإنسان سيموت وسيفنى ولن ينفعه الأرض ولا عقار، كل ما تتشاجر عليه مع الناس سيفنى هو الآخر. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد. إذن حضرتك يا دكتور دخلت مدخل، يعني رأيت من كلام حضرتك إن أنت دخلت من مدخل التقوى. إذن التقوى هي الأساس لكل شيء، لكل عمل صالح، لكل عمل هي هي حجر الأساس التقوى، هي الأساس لمعرفة معنى الصوم في رمضان ومعنى القيام في رمضان ومعنى بركة رمضان. التقوى هي التي تعلم الإنسان كيف يتنازل عن حقه للآخرين حتى لا يقع في المحرم. لعلك ذكرت الآن يعني معلومة طيبة بلسانك الصادق وصوتك الرائق، وهي كلمة لفظ الجبار. الناس تعتبر أن هذا اللفظ أو أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى يعني البطش ويعني القدرة، مع أنه الجبار الذي يجبر بنفوس عباده، الذي يجبر بقلوب عباده. الجبار من الجبر، أي أنه يجبر الناس من الفقر بالغنى ومن المرض بالصحة ومن الحرمان بالعطاء. هذا هو الجبار الذي يجبر النفوس في رمضان وفي غير رمضان. وعلى المسلم أن يتشبه بهذا الاسم من أسماء الرحمن ومن أسماء الله تبارك وتعالى، فيجبر النفوس، فحتى ولو يبتسم في وجه الناس لا يلقاهم بوجه عبوس. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم والوجه المتهلل هذا نوع من أنواع جبر الخواطر. الكلمة الطيبة أيضا حتى لو بسلام أو بكلمة تواسي فيها فلان ومن جبر الخواطر لابد وأن يتحلى بها المسلم. طيب حرجع لحضرتك تاني ونروح لأستاذ أحمد رمزي. أستاذ أحمد كل سنة حضرتك طيب. أنت طيب وخير. منورنا النهاردة ببرنامجنا من الحياة على قناة الصحة. احنا منورين والله. أستاذ أحمد الإنشاد بتحس وأنت بقى يعني لما بتبتدي تبتهل وتنشد وخاصة في رمضان بيبقى ليه مذاق آخر غير الأيام العادية؟ أكيد أكيد طبعًا. وأنت في رمضان بتحس إن أنت بتنشد من قلبك؟ أكيد طبعًا. بتحس إن أنت بتطلع أحسن ما عندك؟ أكيد طبعًا. النهاردة عايزينك تطلع أحسن ما عندك إن شاء الله رب العالمين، وتقول لنا حاجة في رمضان للناس الجميلة اللي إحنا بنحبهم لما بنسمع أصواتهم في رمضان. إن شاء الله. فضلت الشيخ المبتهل نصر الدين كبار أو فضلت الشيخ النقشبندي. بنحس برمضان. نعم. فاحنا عايزين نحس معاك برمضان النهارده. تسمعنا ايه؟ اتفضل. ان شاء الله نقول حاجه كده لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كلمات كده انا حفظتها اقولها ان شاء الله بصوتي. طب اتفضل. يعني اتفضل حضرتك.
صلوا على خير الأنام، صلوا على خير الأنام وسلموا. إن الصلاة، إن الصلاة، إن الصلاة على الحبيب دواء. يا من لشربة حوضه نشتاق، ولمدحه تتسابق العشاق. صلى عليك الله يا علما سما، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علما سما. ما لاح نجم في السماء براق، يا من بمولده الشموس تبسمت وتزينت للمبعث الآفاق. الوجه بدر والسماحة خلقه وحديثه القرآن والأخلاق. الله يفتح عليك، الله يكرمك يا رب، يفتح عليك. حمل المحبة في قلوب لفها، حمل المحبة في قلوب لفها طول التنائي للهوى تنساق. فتدفق الصبح المنير بوجهه، الليل راح، الليل راح وهلل الإشراق. والضب يشهد أنه نور الهدى، والضب يشهد أنه نور الهدى. والجذع يبكي قد عناه فراق، والعدل في دين الرسول شريعة، والجود حتى للعداء إرداق. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. انا بشكرك والله، يعني فاجئتني بصوتك الجميل وكلمات جميله يعني. يا فندم، وهنتقل لك تاني بقى، خليك استعد بقى للي جاي. الله حضرتك ان شاء الله. بروح لدكتور عبد الوارث. دكتور، ما زلنا في هذا الشهر الكريم، في بعض الاشياء بتكون جوانا احنا كبشر، وارد ان احنا بنغلط، وارد ان احنا بنذنب، وارد ان احنا عاوزين صيامنا يكون مختلف عن كل عام. صمنا كثير من رمضان من قبل، ولكن عاوزين نكون في رمضان او هذا رمضان مختلف عما قبله. ازاي اصوم صيام مختلف؟ ازاي اقول ان صيام السنة دي مختلف، او في هذا الشهر صيام مختلف؟ اعمل ايه؟ انت الاول قلت لي لازم هناك تقوى، اتقي الله في نفسي، اتقي الله في صيامي، في قيامي، في كل شيء. طيب ازاي، خطواتي ايه عشان اخلي الصيام بتاعي في هذا الشهر الكريم مختلف عن كل سنة انا صمتها قبل كده؟ ايه النصايح اللي تقولها لي وتقول لي اعمل ايه انا والسادة المشاهدين اللي سامعين النهارده؟ يعني عشان هذا يحدث ان شاء الله، لابد وان ينتقل المسلم
بمعنى صيامه من مرحلة الأداء الفقهي إلى مرحلة رجاء القبول. وفرق كبير جدا بين الأداء الفقهي، يعني عندما تسأل المفتي أو تسأل الشيخ في المسجد أو الإمام عن أنا امتنعت عن الطعام، أمسكت عن الطعام من آذان الفجر إلى غروب الشمس ولم أجامع زوجتي، هل أنا صائم؟ نعم أنت صائم. هذا هو الصيام من الناحية الفقهية، هو آداء أنت تقوم به. ولكن إذا أردت القبول ورجوت القبول من الله تبارك وتعالى فإنك لابد وأن تصل بهذا الصوم إلى مرحلة التقوى اللي أنا اتكلمت مع حضرتك عنها، وهي مرحلة صفاء النفس، مرحلة خلو القلب من الحقد ومن الكراهية ومن البغضاء ومن التخاصم ومن التشاحن، مرحلة نقاء اللسان من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة. معنى الصوم ليس هو وحده الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة في نهار رمضان، ليس هذا فحسب، بل هو إقلاع عن كل المنفرات وعن كل السلوكيات الخبيثة وغير الصالحة وغير الطاهرة، وهو تمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن الجانب الأهم من رسالته والجانب الأعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم هو صالح الأخلاق، هو حسن الخلق، هو إتمام مكارم الأخلاق. فكيف يتقبل الله سبحانه وتعالى الصوم وكيف يكون يعني بدايته أو أنه ولد من جديد في هذا رمضان، والحمد لله أننا في أول الشهر، هو نقاء النفس، أن ينقي نفسه. كثير من الناس تصوم رمضان ولا تأكل ولا تشرب ولا تقترب من الزوجة، حتى أن بعض الناس يعني يظل يعني 11 شهر يتشاجر مع زوجته، لا هي طيئة ولا هو طيئة، وفي الآخر يجي يسألك هو تقبيل المرأة في رمضان يعني يجوز ولا لا وأنا صايم، هو بيكلمهاش أساسا. كتير جدا من الناس بهذا الشكل، الناس تفهم أن معنى الصوم هو أن تمتنع عن الطعام والشراب، لا، معنى الصوم أنه لك حماية ووقاية وطريقا ممدودا إلى الجنة، فعليك بأن تحسن إلى تلك الزوجة وأن تحسن إلى الجيران وأن تحسن إلى المساكين وإلى الفقراء. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الخير في رمضان يعني أجود من الريح المرسلة، أشد من الريح المرسلة. لما؟ لأنه يريد أن يصوم صياما حقيقيا لا صياما أدائيا. الصيام الحقيقي هو الذي يريد الشخص فيه أن يحوز رضا الله وأن يحوز القبول. لذلك تلاقي حضرتك كده كل الأجور محددة، تلاقي مثلا صلاة الفرض في الجماعة وصلاته في البيت محددة، حتى صلاته في المسجد الأقصى أو في مكة المكرمة محددة الأجر في كل شيء، حتى القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلا الصوم الفريضة الوحيدة والركن الوحيد الذي لم يحدد الله سبحانه وتعالى فيه ثواب الصائم، ثواب الصائم لا يعلمه إلا الله. واسمع معي لقول الرسول وهو يبلغ عن رب العزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كأن أجرك في الصوم مفتوحا. فإذا أردت أن تصوم صياما مختلفا عن كل عام فعليك أن تتمسك بسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتخلى عن الكبر وعن الكراهية وعن البغضاء وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن كل سلوك منفر يكره الناس فيك. عليك أن تتنازل عن أذية هذا والكلام على ذاك والخوض في الأعراض، عليك بأن تمسك على أكل الحلال والابتعاد عن الحرام. هذا هو الذي يجعل صومك دائما في زيادة، يعني صوم رمضان هذا يختلف عن رمضان الذي سبق، وسيكون الذي بعده هو أشد
لك في الإيمان وأشد لك في العمل الصالح وأكثر في القبول عند الله تبارك وتعالى وتصحيح لمسارك ما دام فيك عرق ينبض وأطال الله سبحانه وتعالى في عمرك. بعض الناس للأسف الشديد لعدم معرفة معنى الصوم تصوم وهي لا تصلي، ويقضي رمضان وهو لا يتصدق بصدقة ولا يخرج من ماله شيئا. بعض الناس تقضي رمضان وهي في تشاحن حتى مع أخيها من أبيها وأمها، الأخ الشقيق. بعض الناس يقاطع والده ويقاطع والدته، فهل يتقبل الله سبحانه وتعالى صوم هؤلاء؟ وهل لهؤلاء أن يدخلوا الجنة من باب الريان أو من أبواب الجنة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على الأمة وعلى كل مسلم أن يحدد مساره وأن يعرف وضعه من كتاب الله ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو يفعل الأشياء أدائية؟ ولذلك لما تيجي تقرأ الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بني الإسلام على إيه؟ خمس. يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما بقولش وآداء الصلاة. ليه بقول وإقام الصلاة؟ لأن الأداء واحد بيركع ويسجد ويقرأ الفاتحة ومن بعدها الصورة، هذا هو أداء، وهذا يقبل أم لا؟ أما إقامة الصلاة فإنها لا بد وأن يؤديها بخشوعها وخضوعها لله رب العالمين. وكذلك في الصوم، عندما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب، ليس معناه الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة وحده، وإنما معناه أن تتخلق بخلق الأنبياء والمرسلين، وهي البعد عن كل منفر والتمسك بكل فضيلة. معناها هو أن تسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. طيب دكتور، لفت نظري وحضرتك بتتكلم عن الأجر للصائم. أجر الصائم الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجزي الصائم بهذا الأجر. نعم. ولله المثل الأعلى، لما بنشوف حد شغال عند حد وبيجي في آخر العمل صاحب العمل بيديله أجره ويديله مكافأة. صحيح. فوق هذا الأجر اللي عمله أو العمل اللي عمله بيديله مكافأة، بيكون هذا العامل مبسوط جدا وبيبقى عاوز يفني نفسه في هذا العمل عشان ياخد حافز أكتر وياخد من هذا من رب العمل حافز أكبر. ما بالنا ونحن مع الله بنتعامل سبحانه والأجر بيكون من الله سبحانه، وأجر الله في صيام شهر رمضان عتق من النار. نعم. فياريت حول العتق من النار والأجر من الله تشير حضرتك تدور بينا في فلك هذا الأجر. نعم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى قال الدنيا يعني كالسوق، يعني قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان أيضا هو سوق للتعبد وسوق للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. هناك في هذا السوق ما كان أجرته معلومة وثمنه معلوم، وهناك من لا يقدر فيه بثمن وهو الصوم الذي يصومه المسلم بالموافقة لما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون في صيامه صابرة، يكون في صيامه محتسبة، يكون في صيامه يشعر بآلام الفقراء والمحتاجين، يجود بكل عزيز لديه مدام هذا لوجه الله تبارك وتعالى، يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل. نحن جعل الله سبحانه وتعالى رمضان سوقا مفتوحا لا تحديد أبدا لنسبة الربح فيه، ولذلك أجر حضرتك في الصوم غير أجري، غير أجر الشيخ، غير أجر فلان، كل واحد له أجر، أجره هذا غير معلوم. كل واحد بيجزى بالصوم من رب العالمين على قدر إحسانه في الصوم وصدقه في الصوم وإخلاصه لله رب العالمين. وفي هذه حكمة إلهية كبيرة ودليل على أن الإسلام والشرع هو من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذ أنه معلوم أن خبئات الناس وخفايا الناس تختلف من فلان لفلان. فممكن فلان يقول أنا صائم ويكون مش صائم، وممكن واحد يقول أنا صائم ويخش جوه يقوم ياكل بلح يشرب شوية مية يشرب مش عارف إيه وهكذا.
وممكن واحد يقول انا صائم وفعلا ممتنع عن الشراب بس ما بيصليش، وواحد تاني بيصلي وبيصوم بس ما بيزكيش، وواحد تاني بيحمل الحاجات دي كلها الله اكبر. يعني هو يصوم، هو يصلي، هو يتصدق، هو مخلص لله سبحانه وتعالى في صومه، وحتى هذه لله تبارك وتعالى او للناس فيها مراتب. لذلك كان اجر الصوم مفتوحا قال الله وانا اجزي به، أي أن الذي يعلم ويعلم الخبيئة ويعلم ما داخل النفس هو الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الأجر مفتوحا وجعل بابه يعني على مصراعيه، لا يستطيع أحدا أن يغلق، هو تسابق للناس فيه. رمضان هي رحلة إيمانية لا بد وأن تربح فيها، وإلا أصبحت يعني من الخاسرين الخسران المبين. لا بد وأن تخرج من رمضان رابحا لا خاسرا، وهذا هو المسلم الذي يعرف معنى الصوم ويعرف معنى أن يرضي الله تبارك وتعالى أو رضاء الله عنه. هنرجع لحضرتك تاني دكتور عبد الوارث ونروح لأحمد. وأحمد يعني أنت سمعتنا كلمات جميلة قوي ودي كانت من اختيارك، إحنا عاوزين نسمع حاجة برضو لرمضان بقى في للشيخ النقشبندي أو الشيخ نصر الدين طبار. تفضل حضرتك. قول مولاي للشيخ. تفضل. جميل. أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي بنور وجهك إني عائد واجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا واردها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد، من لي سواك ومن سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا ربي تغفر ذلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يكرمك، خليك معانا بس برضه هنسمع تاني. هروح لدكتور عبد الوارث. دكتور المسكين، بنسمع كتير أو بنقرأ كتير في القرآن الكريم
عن المسكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. تملي بنلاقي المسكين مرتبط بالمال، آيات المسكين بتبقى مرتبطة بالمال في ظل الظروف المحيطة بينا دلوقتي الاقتصادية الكبيرة. بنجد أن هناك بعض الناس بتعمل في عملها ولكن أجرها غير كافي، أجرها في ظل الظروف مش قادر يوفي متطلبات بيته. هل هذا يعد مسكين وهو يعمل ولكن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر؟ إذن كانوا يعملون ورغم ذلك يعني كان اللي بيجي لهم على قدهم. فده بيبين لينا أن المسكين ممكن يكون بيعمل ولكن عمله مش قادر يلبي احتياجاته. عايزين نشير للمسكين في هذا الشهر الكريم وإزاي نكون بجواره ونساعده وندي لمحة لأصحاب القلوب وأصحاب المال إن هم يكونوا مع المسكين، وخاصة لو كان من الأقارب وبينهم صلة رحم. يريد حول هذا الموضوع تشير بينا حضرتك. هو حقيقة الكثير من الناس عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يمر كده في عقل باله الله، طب ما هو الفقير هو المسكين، ما هو ده معنى واحد، ده معهوش وده معهوش، ولا يعلم أن أحكام الشريعة بنيت على الرافدين أو على هذا الأساس، التفرقة بين الفقير والمسكين. وبين المساكين. وترتب على هذا أحكام كبيرة وكثيرة وعميقة في كتب الفقهاء. إذ أن الفقير هو من لا يملك قوت يومه وليلته، فقير ده المعدوم خالص كأهل الصفر. أما المسكين هو من يملك قوت يوم وليلة إلا أن ما يملكه لا يكفيه. ومعظم الشعب المصري ومعظم الناس اللي حوالينا من أقاربنا ومن جيراننا ومن الناس اللي عايشين معانا في المنطقة. طيب هنستفيد من كده إيه؟ التفرقة بين المساكين وبين الفقراء. وهل لو الإنسان جاه يدي صدقة فطلع مسكين ما طلعش فقير، أو لواحد فقير وطلع في الآخر مسكين ما هوش فقير، هل المسلم عناء هذا البحث عمن يعطيه الصدقة على الفقراء وعلى المساكين؟ قال لك لا. بس خليك معايا شوية كده وأرجو إن ما يكونش في مقاطعة ولا يعني لا تفضل الوقت ياخدنا إن شاء الله. هذا الفقير ينتفع بصدقة بزكاة المال. زكاة المال النهاردة حضرتك هتدفعها لأنها مال طبعا له شروط، يعني أن يبلغ نصابا معينا وأن يحول عليه الحول، يعني يمر عليه سنة إيه كاملة. فبهذا في المجتمع المسلم رجال الأعمال والأغنياء وأصحاب الشركات وكل من بلغ النصاب ومر على فلوسه سنة كاملة هيخرج. يبقى أنا هخرج النهاردة، حضرتك هتخرج بكرة، الأستاذ هيخرج بعده، المجتمع كله في حالة عطاء مستمر في طوال العام من صدقة الفرد. ثم يأتي بعد ذلك كل هذه الصدقة اللي ربنا يقول إنما على سبيل الحصر، إنما الصدقات للفقراء، هم دول هينتفعوا بها طوال أيام السنة، أنت هتديها للفقير اللي معهوش خالص. وبعدين والمساكين. طب المساكين دول هنستفيد بهم إيه؟ ده لهم حظ بقى مش في الصدقات وبس. ولو فقد الفقير يقوم تدي المسكين اللي عنده، بس اللي عنده مش بيكفيه بس الفقير أولى؟ لا، ده هو كمان في الكفارات. يعني سعادتك راجل كبير وعجوز ومش قادر تصوم رمضان، طب هتفدي نفسك بإيه؟ فدية طعامه إيه؟ مسكين. المسكين ده صعب تلاقيه، هتلاقيه واقف في عربية الفول، قاعد على الرصيف، هتلاقيه شغال في البريد، هتلاقيه شغال في الهيئة العامة للنظافة والتجميل، هتلاقيه شغال مش عارف فين، هتلاقي راجل شغال بس اللي معاه على قده وبسيط وعمله شاق ولا يكافئ أجره الحياة اللي هو عايشها، غلاء المعيشة. يبقى ده لما تيجي تفدي تدي لإيه؟ المسكين إذا قابلك. وبعدين يجي بقى في كلامك المهم في صدقة رمضان اللي هو كلام ابن عمر رضي الله عنه، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من تمر وصاعا من شعير تخرج قبل يوم العيد طعمة للمساكين، هياخدها المسكين ما قالش الفقراء. وبعدين تيجي تحلف على يمين والله، وبعدين يطلع يمينك ايه؟ يمين يعني على غير ما انت تعتقد. ايوه
كلام سليم، مش يمين غموس. أيوة. لا، حنثى في يمينك. أيوة. يوم تدور على مين تطعم 10 مساكين مش فقراء. إذن المساكين هم اللي بيستمتعوا بمسألة المطعومات جميعا. تيجي مش هالصوم رمضان عشان انت راجل عندك، يعني لو واحد عنده مرض او راجل كبير في السن يبقى فدية طعام مسكين. حلف او في كفار الزهار هو مسكين. صدقة الفطر هي للمساكين في العقائق وفي الامور اللي هتعملها كلها مساكين. اما الفقير هو اعم من ذلك واشمل. فانك ان اعطته هذه المطعومات وهذه الكفارات وتلك الفدية جازت لك في شرع الله وحسن القبول. يأخذها ايضا مع المسكين، إلا أنه ينفرد انفرادا كاملا بما يسمى بصدقة الفرد وبمعظم الصدقات داخل العام. هذا الانفراد ليس انفرادا حدده الشرع، لا، انفرادا أنت الذي تحدده، إذ إنك عشان تبقى أنت أكثر في الأجر وفي الثواب بتبحث عن أشد الناس حاجة لهذه الصدقة أو لهذه الزكاة. إذن الإنسان حتى يصل إلى عمل مقبول وعمل غير مردود لابد وأن يبحث عمن يعطيه الصدقة. يعني كلما وجدت إنسانا أقرب إليك فيما يتعلق بالمساكين في مسألة كفارة الظهار وكفارة اليمين وفدية طعام المسكين في رمضان بل وصدقة الفطر، يكون الأقرب هو أفضل. قد يكون لك ابن عم وهو مسكين اعطه. قد يكون لك أخت وتزوجت خلاص أنت ما أصبحتش بتعولها ولا حاجة، ولا هي أصبحت نفقتها تلزم أبيك تلزم الأب، هي في ذمة رجل ولكنه رجل مسكين مش قادر ظروفه على قلبه، لو أعطتها صدقة الفطر كان أفضل. أما في صدقة المال التي هي مفروضة وركن من أركان الإسلام فإنه يكون في المقام الأول هو الفقير. فإن عدم، وطبعا لا يعدم الدنيا كلها رزق، خلق الله السماوات والأرض مليئة بالفقراء وبالأغنياء، وهي الأساس في الصدقة أنها صدقة يعني تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، هذا في كل الشرائع ما في الزمن بيخلو منه فقير. هؤلاء هم الأحق بزكاة الركن وزكاة الفرد، والتي يتعاون فيها في الغالب طبعا والتي يخرجها في الغالب أصحاب رؤوس الأموال. هؤلاء يبحثون عن الفقراء، هؤلاء إن جعلوا من هذا المال الخارج مستشفيات أو مدارس أو ما إلى ذلك ويحسبوا من قيمة هذه الزكاة لكان ذلك أفضل عند الله تبارك وتعالى. الله يفتح عليك. حضرتك أشرت وبينت ملحظ جميل جدا، الفرق بين الفقير والمسكين وعلى من تعطى الصدقة. زكاة المال أشرت لأن هي بتكون للفقير في الأول وبعد كده ما فيش مانع أن هو ياخدها مسكين، ولكن أشرت للمسكين في فدية الصيام. نعم. كما أشار القرآن الكريم، وحضرتك يعني بينت بيان وهذا فيه جميل. رفع عود الحرم. أيوة. لانك قد لا تجد لما تيجي تحلف وهتكفر. ايوه، في يمين ما سلط عليه الطاقه وبعدين رحت للمفتي او للشيخ في المسجد فقال لك انت كان قصدك الحلفان، يعني كان قصدك ان تحلف بالله، تقول له ايوه، يقول لك يبقى انت اطعم 10 مساكين. طب لو قال لك 10 فقراء صعب تجدهم ومن لا يملكون لك يعني قوت يوم وليله. أيوة. اما المساكين فاي مصلحه، تلاقيهم فراشين في المدارس، بوابين في العمارات، قاعدين على الارصفه مستنيين حد يروح يشغلهم. كل هؤلاء يسمون بالمساكين. فاعطى الله سبحانه وتعالى هذه الكفارات وهذه المطعومات وهذه الصدقات التي تؤدى طعاما في الغالب او ما اذا قيمت لهؤلاء لسهوله وجودهم. طيب، يعني رفعا للحرج عنك. طب في نقطه مهمه جدا حضرتك برضو، في ناس في بعض المصالح الحكوميه بتكون ظروفهم على قدهم وموظفين، يعني زي ما اشرت النظافه والتجميل في مصالح عده يعني، ولكن من الممكن اللي احنا بيبقى ليه بنتعامل معاه ونيجي ممكن هنديله بنحس بيصعب عليك او انت بتشوف ان انت الراجل ده يعني بتطلع حاجه وبتديها له بعيد عن اي حاجه تاني، يعني بعيد عن الشغل اللي بينك وبينه او المصلحه اللي انت جاي له فيها، وطلعت حاجه من عندك اديتها له، هل ده يعد رشوه ولا يعد من قبل نيتك انت بتطلع حاجه لله؟ على حسب النيه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان انتويت انك تساعده وهو رجل فقير وان مرتبه يعني قليل، يعني لا تسهيل مهمه ولا هو يعني ما طلبش منك حاجه حتى لا تأخذ يعني حقا ليس من حقك او دورا ليس من دورك او ان تقدم نفسك او ان تؤخر، ان اعطيت له شيئا بعيدة عن المصلحة وعن العمل فلا بأس بذلك. العبرة بنية المعطي ونية الآخر.
يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد في صحيح مسلم أن رجلا يعني ذهب يعني قال لأتصدقن بصدقة، فذهب بصدقته يطوف حتى وجد رجلا يعني يقف على قارعة الطريق فأعطاه الصدقة، فقالت له الناس أتدري على من تصدقت؟ قال على من؟ قال لقد تصدقت على غني لا يحتاج. فزعل في نفسه كده، وبعدين قال لأتصدقن بصدقة غيرها. فجاء في اليوم الثاني فلقي واحدة واقفة كده فراح مديها الصدقة، فقالت له الناس أتدري على من تصدقت؟ قال على من؟ قال لقد تصدقت على زانية. فزعل في نفسه وقال لأتصدقن بصدقة غيرها، هو معتقد ان الصدقه ما قبلتش ولا حاجه، لا غني فعملت معاه ايه، ودي واحده وليعاذ بالله يعني لما تنازلت عن شخصيتها فهيديها الصدقه ليه؟ فقال لأتصدقن بصدقه غيرها، فوجد رجلا في اليوم الثالث فاعطاه الصدقه، فقالت له الناس اتدري على من تصدق؟ قال على من؟ قالوا على سارق. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله لقد طفت بصدقتي فتصدقت على غني وعلى زانية وعلى سارق. ابتسم له الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله عز وجل قبلها منه جميعا. قال له الرسول أعطيتها للغني فلعله كان لا يتصدق فيتعلم منك فيخرج، وأعطيتها للزانية فلعلها كانت تفعل ذلك لأجل المال فتستعف، وأعطيتها للسارق فلعله كان يسرق لأنه يحتاج فيستعف بصدقتك عن أخذ أموال الناس، لقد قبلها الله منك جميعا وزادك عليها أجرا، أجر الصدقة وأجر أن هؤلاء جميعا قد يتوبون على يديك. إذن أنت سعادتك بتخرج الصدقة وتعطيها لأي حد أغلب الظن عندك أنه يحتاج، طب لو ما طلعش يحتاج قبلها الله منك، لأنما إنما الأعمال بالنيات. وبرضه هو كذلك الموظف، إذا قابلك وبعيد عن مصالحك وبعيد عن تخليص أمورك رحت أنت جاي على جوة تخد والله دي منك بمناسبة العيد كل سنة وانت طيب، هذه ليست رشوة، إن لم تكن تصلح مصالح أو لخبث في نفسك بل هي أجر وحسنة عند الله سبحانه وتعالى مضمونة القبول، مضمونة الأخذ، مضمونة أن تأخذها، لا بد وأن تأخذها. ليه؟ لأنك أحسنت نيتك وأعطيتها له بنية صادقة وسليمة لا تقصد بها خبث. يعني الإكرامية زي ما بنقول كده المتعرف عليه، إن كانت كانت لوجه الله تعالى وبعيدة عن أداء العمل لأن عمل بها سيخضى بغيرها سيخضى فأعطيها له. طيب هنرجع لحضرتك تاني على مرتاح شويه معانا تعبينك معلش النهارده، بارك الله بينا سعيد والله بيها احنا سعداء بحضرتك طبعا، انت ما شاء الله وجهك سامح وفي القبول، الله يبارك لك وربنا يشفع، الله يسعدك ويجعل الله يكرمك الله يكرمك. استاذ احمد يعني امتعتنا بالشيخ النقشبندي وامتعتنا ببعض الكلمات الجميله، وده شرف لينا طبعا، وسهره رمضانيه جميله يعني. طب ايه تاني بقى هتنفحنا بيه بقى وتخلينا نبقى قاعدين كده؟ طب نسمع فضيله الشيخ نصر الدين طوبى. وانا عندي ابتهال يا اله العالمين وفي الارض انت وفي السماء اله، اتفضل نقولهم الاثنين ورا بعض ولا قول الاسهل؟ يا اله العالمين يا حنين دائم حنين دائم والقلب شاكٍ عليل سال دمعي يا إلهي سال دمعي
كان دمعي يسيل غربتي نجواك غربتي نجواك ونيران شوق وأسم باك وليل طويل ونيران شوق وأسم باك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. بشكرك يا احمد، كنا مستمتعين معاك النهارده. انا اللي بشكر حضرتك وسعيد جدا ان شاء الله تبقى معانا في لقاءات اخرى ان شاء الله رب العالمين. انا اللي مشكور ليك دكتور عبد الوارث، بشكرك وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى جميلة زي ما حضرتك أشرت النهاردة لبعض الحاجات اللي يجب على كل مسلم وكل صائم يكون عنده هذه الخلفية وهذه ويعمل بهذه النصائح اللي حضرتك أشرت إليها. بارك الله فيك. وعلى أمل وعد نكون مع بعض إن شاء الله موفق إن شاء الله موفقين إن شاء الله. شكرا لك دكتور. أعزائي المشاهدين، في الجزء الأول من سهرتنا أنا بشكر الدكتور عبد الوارث عثمان أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف، وبشكر المنشد أستاذ أحمد رمزي المنشد. إن شاء الله الجزء الثاني معنا المستشار القانوني جمال شمس الدين نقيب محامين أكتوبر والشيخ زايد. فاصل ونعود إليكم بعد قليل، خليكم معنا اوعوا تروحوا في أي حتة. عشقت عيني حروف المصحف حروف المصحف وفؤادي. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل في الجزء الثاني من سهرتنا النهاردة، وبيشرفني يكون معايا المستشار القانوني جمال شمس الدين نقيب محامين أكتوبر والشيخ زايد. أهلا بيك سعادة المستشار. أهلا بيك أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب وكل متابعينك وبرنامج من الحياة بخير يا رب دايما. من ذوقك يا فندم. بقول لحضرتك بقى يعني النهارده انا معايا مستشار قانوني، معايا الناس بتبقى عايزه تعرف لما بتسمع قانون، في ناس بتتخض وفي ناس بتسمع قانون تقول لك انا اطمئننت للقانون وان انا هطبق القانون بس القانون يتطبق ليا مش عليا. فبنلاقي جانب هنا وجانب هنا، حد بيبقى فرحان قوي لما بياخد حكم لصالحه وحد بيبقى زعلان قوي لما بياخد حكم ضده. صحيح. بنلاقي في مدعي ومدعي عليه وجاني ومجني عليه، حاجات كتيرة جدا متشعبة في القانون، عندنا مواد كثيرة جدا في القانون، وعندنا قانون مرافعات، قانون صحيح. جنائي، قانون مدني، قانون تجاري، قانون أحوال شخصية. صحيح. يعني حاجات عدة قوي من القوانين الناس بتتوه حواليها، بحر في القانون. ولكن القانون هو مجموعة القواعد التشريعية اللي بيلتزم بيها المجتمع وبيلتزم بيها الإنسان على أساس أنه هو بيبقى ملتزم بهذه القواعد. صحيح. في حياته. صحيح إن شاء الله. طيب لو إحنا التزمنا بالقانون الوضعي زي ما هناك التزام بالقانون التشريعي، لو التزمنا بالقانون الوضعي بتهيألي هنكون مجتمع مثالي مفيش حد زيه. والنهاردة أنا معاك عايز أطوف كده في فرع من فروع القانون وهو فرع الأحوال الشخصية. صحيح طبعا. الأحوال الشخصية المسائل اللي هي من الحياة لكل يوم، يعني المسائل الشائكة اللي بتخص من الحياة على اسم برنامجنا. صحيح. ومنها بنلاقي المشاكل اللي بتبقى متواجدة في المحاكم وهي مشاكل الطلاق ومشاكل الخلع. في كل حول الطلاق والخلع. صحيح. هيكون الجزء الثاني من سهرتنا مع مستشار جمال شمس الدين. أهلا. مبدئيا حضرتك تقول لي السبب الرئيسي، بما انك بتكون في المحكمة كل يوم وبتشوف المشاكل الأحوال الشخصية، السبب الرئيسي بيكون في الطلاق من نظرتك القانونية الرجل ولا الست؟ احنا بنجدد ترحمنا بكل متابعينك في برنامج من الحياة
وبصراحة أنت اخترت موضوع شيق جدا، دايما كل أسرة بتحب تعرف وكل بيت فيه مشكلة بتأروكوا هذه المشكلة، وكثرة اليومين دول حالات الطلاق بشكل فج جدا في ربوع مصر يعني. وطبعا احنا بنقول ان يعني امساكم بمعروف او تسريح باحسان، ودايما في القانون بيحار يكون حريص ان هو يطبق الشريعه الاسلاميه، وده بينطبق على اي اسره سواء زوج او زوجه بيحصل معهم خلاف لا قدر الله، ما يكونش فيه حل ودي بيلجا الى المحكمه لانهاء هذا الخلاف بشكل قانوني. الواقع بتبقى دايما يعني ملهاش معيار اذا كان الزوج او الزوجه، غالبا بتبقى الزوجه هي يعني بتبقى متضايقه من جوزها بسبب تصرفات ضيق المعيشه او تصرف ان هو ضربها او تصرف غير اخلاقي ايا كان الوضع، يعني الحياه مش عاجبها وبالتالي بتطلب منه الانفصال، وده بيبقى حل للاسف الشديد معظم الناس يعني، او هو ما بينفقش عليها وده برضو اكثر الحالات، او ما بينفقش على اولادها وده برضو بيبقى يكون سبب الخلافات الزوجيه اللي بتؤدي الى المحاكم. في الحاله دي بتلجا الزوجه الى يعني حل او اتنين من الحلول، ان هي ترفع عليه خلع، قضيه خلع، او بتلجا الى الطلاق، يعني الطلاق للضرر او الطلاق للشقاق او الطلاق لاستحاله العشره ما بينهم او الطلاق للهجر، يعني كذا نوع من انواع كثيره من انواع الطلاق. كذا نوع من انواع الطلاق. فده يبقى مسلك الزوجه في حاله الانفصال بشكل قانوني، والمحكمه في الحاله دي بتقدر كل حاله على حده، وتكون حريصه جدا ان هي ما تهدمش ما بين الاسره او العيله الواحده، وتحاول تصلح ما بينهم اكتر من مره في الدعوه بشكل او باخر، الحكمين، خبيرين، الشيخ، بتحاول تصلح ما بينهم كتير جدا، ولكن بيبقى خلاص هو المصير بيبقى حتمي بسبب بقى قوه الخلافات اللي ما بينهم. في الحاله دي بيصدر حكم من المحكمه في حاله الخلع ان الزوجه خلاص بتترك كل حاجه ليها، مؤخر الصداء، بتكون برضو للاسف الشديد لو ليها مقدم صداء بتدفعه، لو كان ليها نفقه خلاص هي بتتنازل عنها، ولكن بتبقى ليها قائمه المنقولات تفضل حريصه عليها، ويكون ليها مثلا الابناء بتصرف عليهم نفقه، دي ملهاش علاقه، جوزها اللي بيصرف عليهم او طليقها بعد كده هو اللي بيصرف عليهم، بيجيب لهم مسكن، لو ما فيش مسكن بيدفع لهم اجر مسكن. ففي الحاله دي هي واخده حقوق اولادها كامله وما فيش اي مشكله عندها خالص. هتجد ان المشكله عندها ان هي بتترك بس مؤخر الصداء ومقدم الصداء ونفقه العده والمتعه بتكون بتنازل عنها. في الحاله الثانيه لو هي في حاله الطلاق بقى دي بتاخد كل حقوقها. في حاله الطلاق غالبا وغالبيه المحاكم بتحكم بالنصف في الحقوق، ودي من خبرتي في المجال. بتاخد نص حقوق على الاقل، يعني مؤخر الصلاة بتاخد نصه، العدة والمتعة بتاخد نصفها، بتاخد يعني حقوقها. في بعض القضايا بتحكم بها بالطلاق وبتاخد كل حقوقها كاملة. برضو عشان نتفق ان احنا القايمة ملهاش علاقة بالخلع والطلاق، القايمة بتاخدها كاملة في اي حالة من الاحوال، وبتاخد نفقة اولادها في كل حالة من الاحوال. اذا هناك ممكن يكون هناك دعوة لقائمة المنقولات فقط. بالظبط، على سبيل الامانه والاستعانه. هي قائمه المنقولات بيتم ان الزوج بيمضي عليها على سبيل الامانه، وبيتم للاسف الشديد لو ما ردش هذه المنقولات على حالتها التي استلمها يكون مبددا لهذه الامانه، وبيتم رفع جنح عليه. وانا عايز اوضح نقطه مهمه جدا للزوجات في حاله رفع قائمه المنقولات، لابد ان تروح ان هي تعمل توكيل او تروح هي بشخصها. لان في بعض الناس بيروحوا يعملوا توكيل عام قضايا وبيروحوا يعملوا قائمه المنقولات، وفي الاخر بتاخد عدم قبول، وفي الاخر بيطلع فيها برأي. السبب الرئيسي بقى لان هذه الدعوه بتاخد عدم قبول، علشان خاطر هي التركه بقى اللي انت هتقولها بقى دلوقتي، علشان خاطر دي بتبقى لازم بشخص المدعي فيها بالاخص، لها وضع خاص ولها ظرف خاص، غير ايصالات الامانه وغير عقود الامانه عموما. ان قائمه المنقولات لازم بشخصها هي بتروح تتوجه للقسم وتقول اللي حصل 1 2 3 وهو جوزي خد مني الحاجه دي 1 2 3 4. يعني تعمل محضر؟ بتعمل محضر في اسم الشرطه بشكل طبيعي جدا. أيوة. وبياخد اجراءات طبيعيه في تحقيقات النيابه العامه، وثم بينزل جلسه موضعيه. بس هي علشان خاطر القانون يعني حصل المساله دي بشكل هام شويه، جعل ان الزوجه
هي اللي بتتوجه الى الاسم لتحرير محضر او جنحه، مش المحامي بتاعها. لا مش المحامي بتاعها. دي نقطه مهمه جدا، دي مهمه جدا حضرتك برضو. دي بقى يعني الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي الناس بتعملها وبتبقى مش عارفه. فانت بتديهم بقى الخبره. لما تروح واحده عايزه ترفع قضيه بقائمه منقولات، لازم تروحي تعملي محضر، انت اللي تروحي صاحبه الشان اللي تعملي المحضر، مش المحامي بتاعك. الله ينور على سعادتك. وده يعني احنا دايما بنقول بقى يعني ايه، ان القانون كله في صالح المراه. يعني تجد ان دايما لما يجي الزوج نقول له انت يعني احنا بنقرا عليك الفتح بس احنا شويه كده وان شاء الله طلعتك هتبقى جايه. طب انت شايف حضرتك يا دوك يا سياده المستشار ان الاولى لو هناك خلاف بين الزوجين، بدل ما كل واحد يبتدي يتعنت مع الاخر، الزوج يقول لا انا مش هعمل نفقه متعه، مش هديكي حاجه، روح المحاكم، والزوجه تبتدي تروح لمحامي، ويبتدي المحامي يقول لا هنرفع متعه ونفرق نفقه وهنرفع وهنعمل كذا قضيه مع بعض ومدارس، ويدخلها في كذا قصه. شايف من الاولى ان هم يبقى هناك عقد اتفاق بين الزوج والزوجه، فان الزوج يكون عليه مبلغ قد كذا وكل البنود دي تتكتب في عقد، وهذا العقد يبتدي تنفيذه بين الزوج والزوجه؟ والله يعني بيه احنا دايما بنقول ان ايسر الطرق هي الطرق الوديه. ده ايسر الطرق. وغالبا احنا بنقول لما يكون في طريق ودي هو ده بيقرب المسافات على الطرفين. ولكن بقى عشان خاطر تلجا للودي ده وتتفق عليه ويكون معيار ما بين الاثنين متفق 100%، ده بيبقى من الصعوبه بمكان. في نوع شويه من انواع الصعوبه ان يحصل ده. وبالتالي احنا بنحاول بقى يعني ايه، لو ما كانش في طرق وديه بنلجا لحاجه في الاول خالص لتسويه النزاع في محكمه الاسره. أيوة. ولذلك هو القانون لما او محكمه الاسره لها طابع خاص في التقاضي. ان قبل ما تلجا للمحكمه في حاجه اسمها التسويه. فبالتالي دي مساله المفروض المشرح حطها علشان خاطر تحاول تحل النزاع ده بشكل ودي اللي انت وجهت بيه من شويه حضرتك. علشان خاطر ما نلجاش للمحكمه، علشان خاطر نحافظ على كيان الاسره. ربما يكون في فهم خاطئ ما بين الاثنين لما بيلجأوا للتسوية، لو هي تسوية حقيقية بيحل هذا النزاع. زي برضو محاكم الاقتصادية كده في الشركات لازم. عملوا حاجة اسمها هيئة تحضير. هيئة التحضير دي بينظرها برضو قاضي وبيقعد عليها الطرفين قدام المحكمة علشان خاطر ما يلجأوش لنزاع أمام المحكمة. لحرص على الحفاظ على الشركات المصرية والاستثمار في مصر. فده كان هو ده المشرع راعى النقطه دي وحطها فعلا. ولكن غالبه الناس اللي تلجأوا للمحكمه او القضاء بيبقى خلاص فاض بهم الكيل. فاض بهم الكيل، المساله بالنسبه له بقت يعني ايه، متضايق جدا ان هي او هي متضايقه جدا ومش عارفه، مش راضي ينفق عليها، بيعملها معامله سيئه، هاجرها. أو وصل بينهم ان هم خلاص يعني ما فيش عشره بينهم، ووصل بيهم كل واحد استحاله العشره. استحاله العشره. يعني احنا بنقول عليها في القانون كده استحاله. استحاله العشره. مش اخشى الا عقيبهم حدود الله. يعني هو استحاله. هو دوت قدام القاضي لما بتحضر الزوجه قدام القاضي بيكون السبب الرئيسي للخلع عندما تسال يعني. ولكن قبل يعني خلينا في الخلع مثلا النهارده، وهنقول قبل ما بتبتدي الزوجه تعمل اجراءات الخلع. بتعمل التوكيل للمحامي وهي خلاص قررت ان هي هتعمل قضيه خلع وان هي مش قادره استحاله العشره وهتبتدي تروح. هل المحامي هو اللي بيبتدي مع التسويات الوديه هو اللي بيكون بينوب عن الزوجه، ولا لابد من ان الزوجه تحضر معاه في اول جلسه للتسويه الوديه؟ في قضايا الخلع غالبا لما بيقدم التسويه بيقدمها اي محامي زميل، مفيش مشكله عادي، وبيحضر اول جلسه عشان خاطر الاعلان واعاده الاعلان. ثم بعد ذلك بيتطرق القاضي الى الحكمين، ثم بعد ذلك الخبرين، ثم بعد ذلك بيجيبها هي كزوجه ويحاول يقنعها او يحاول يفهمها القاضي. القاضي. ولازم تيجي بشخصها. لازم في قضايا الخلع تيجي بشخصها وتاكد. على ان هي خلاص صممت على ولكن امام خلع. الحكمين بتكون موجوده او امام في الازهر الشيوخ؟ هو في للاسف بيبقى مجرد اعلان. يعني مجرد اعلان، وفي بعض الاوقات بيستدعوها الحكمين وفي بعض الناس ما بيستدعوهاش، ولكن هي بتبقى اجراءات لابد من اتخاذها امام المحكمه. حتى يتم او حكم المحكمه فيها او يصدر حكم المحكمه فيها بشكل صحيح وفق قانون الاجراءات وفق قانون الاحوال الشخصيه. طب هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. ماشي يا فندم. معانا مدام منى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. إذا سمحت، أنا مدام منى من أسوان. أهلا وسهلا. كنت عايزة أستفسر من الأستاذ، أنا واحدة متجوزة بقالي 7 سنين وزوجة تانية، وطبعا مناقشات مع الضرائر والكلام كده، ف
فانا طبعا ما ست ما اخذت عفشي ومشيت بعد محاولات طبعا ان انا اعيش ورا بيبتي. طب انا كنت عايزه استفسر من حضرتك، يعني انا كده ايه موقفي من جوزي لو انا مثلا طلبت الطلاق؟ انا ما طلبتش الطلاق لغايه دلوقتي، خدت عفشي ومشيت. يعني هو ما بيصرفش على حضرتك ولا ايه؟ ايه هو ما بيصرفش على حضرتك؟ لا لا انا بامانه بيجيب فلوس لبيته بس. طب ايه مشكلتك معاه؟ مشكلتي معاه ان انا عايزه انفصل. انت عايزه تنفصل ليه؟ عايزه انفصل لان مفيش استحاله بين يعني العيش. ليه؟ انا مثلا هو طيب غلبان اه ماشي، بس مش في رد فعل من اي مشاكل بره يحوشها عني. محكمة الموضوع بتفحص المسألة دي على فكرة بشكل تعمقي، وبتشوف سبب الانفصال ايه وبتحاول تصلح ما بينكم. فلو كان ما فيش سبب انفصال غالبا الدعوة بتاعتك بتقابل بالرفض لو هي طلاق. اما انا لكن خلع، انت هيتم التنازل عن كل حقوقك ومستحقاتك. بس انا مش عايزة اعمل خلع، انا عايزة انفصل واخد حقوقي. طب قبل ما تقولي بس عايزه تنفصلي، مفيش حد حاول يصلح بينكم من العيله؟ لا حاولت وكتير، وبقيت اتكلم مع نسيبي واتكلمت كتير يعني. بس مفيش يعني، كل اصبر انت بنت حلال، اصبر انت بنت حلال. طب انت النهارده ضربت، النهارده وصلت انها فتحت ترفع تضربني يعني قدامهم، ومفيش اي يعني مفيش اي رد فعل. طيب انا يعني ازهشت، يعني ربنا يعلم ان انا صبرت كتير وازهشت، ولميت هدومي وعفشي باي رد فعل يعني، ولا مثلا اي يعني اي زعيق ولا اي حاجه. هيجاوبك سياده المستشار، خليكي معانا، تابعي الحلقه وخليكي معانا. شكرا لاتصالك مدام منى. مدام منى يعني تحياتي ليكي وكل اسوان، يعني ناس طيبين طبعاً. اهلنا واخواتنا يعني. هو بصراحة طلبها يعني هو ده اللي احنا بنقول من شوية ان هو بتلجأ للقضاء بسبب حالة الشقاق او حالة النزاع او لعدم بسبب سوء الفهم اللي ما بينهم. وده في القانون برضو بيحتاج عشان اثبته لازم يبقى معايا شهادة شهود فعلا. فانا بجيب بقى بقدم دعوة طلاق للشقاق او للضرر اللي بيتضرر منه، وبتجيب الشهود اللي يثبتوا الواقعة دي او اللي هي سمعتهم او اللي هم سمعوها، والجيران او الاهل او القرايب او الصحاب، مش لازم أن يكون ناس غريبة او لازم ناس معينة في الشهود، لا اي حد حاول او شاف الواقعة او عرفها. وبتروح تلجأ الى المحكمة وبتحاول تثبت دعواها باي طرق من طرق الاثبات ان هي ليها حق. في الحالة دي المحكمة بتحكم لها، وغالبا زي ما قلت من اول الحلقة ان يحكم لها بالنصف، يعني ده لو حكم لها. لان دايما المحكمة بتلجأ ان هي بتحاول برضو بتؤكد ان هي تحافظ على الأسرة المصرية، تحافظ على القيم اللي ما بينهم، تحافظ على ان هي عشان خاطر معاهم اولاد. فهي المسألة معاها بالنسبة لها هي ترفع دعوة للضرر والشقاق وتثبت دعوة بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود. تمام. هرجع لموضوعنا تاني، وموضوعنا عن الخلع. طبعا حضرتك أشرت لأن الزوجة بتفقد كثير من الحقوق إلا مسكن الزوجية إذا كانت حضنة للأولاد. بص حضرتك، لأن المسكن الزوجية ده هو حق الطفل، هو حق الأطفال وليس حق للزوجة. هو الحق ده من حقوق الأطفال. وبالتالي النهاردة لما بيحصل انفصال ما بين الزوج والزوجة، الحضانة بتنتقل لمين؟ للزوجة. للزوجة. طب والزوجة دي اللي هتحضنهم دي هتسكنهم فين؟ لازم يكون لهم مسكن. لأن هما ده حق ليهم، هما حق أصيل ليس للزوجة دخل فيه، وإنما هو يجب على الأب كيوفر أبنائه سكن. طب لو ما وفرش سكن يديهم أجر المسكن. أجر السكن. بس هي دي المسألة. طب هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. ماشي. مدام أمل اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي ابرة التويت. طب ممكن تعالي صوتك بس؟ انا امل. اهلا وسهلا. انا زعلانة في بيتنا، تمام؟ فهو جوزي ما بيسألش علينا انا واولادي، وانا مريضة. ربنا يشفيك يا رب. الله يخليك. هو ما بيسألش عليا اصلا. انا عايزة اتطلق وعايزة اروح لمحامي. طب يعني السبب الطلاق ان هو ما بيصرفش يعني عليكي؟ ما بيصرفش عليه ويسأل عليه ولا اولاده. طب هو بعيد عنكم مش عايش معاكم يعني، ولا عايش معاكم في نفس البيت؟ لا انا قاعد عند والدي. انا قاعد عند والدي. الفترة دي قديلها قد ايه؟ يعني الفترة الخلاف دي كلها قديلك قد ايه ما بينه خلاف؟ بقالي شهرين كده بالظبط.
حتى ما بيسألش فيها ولا في ولاده وكده. كم طفل معاكي؟ معايا 2. كم سنة؟ 4 سنين و2 سنين. ده لسه صغيرين. طب انت السبب الطلاق هو عشان ما بيصرفش بس، لكن في حاجه تانية يعني ما حاولش حد برضو يتدخل من عند اهلك او من اهله انه يصلح بينكم يعني؟ لا لا ما فيش. طب ما حاولتيش تتفاهمي معاه، تكلميه، تبعتي له انه يجي وتتصالحوا؟ بس انا مريضه، المفروض هو يسال عليا بس. هو ما بيسالش عليا، حتى بروح اخد جلسات الكيماوي بتاعتي ما بيسالش عليا برضو. يعني ربنا يكون ربنا يشفيكي يعني ويكون في عونك. اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله وربنا يعوضك بالسلامه. اسمعي طب الاستشاره من سياده المستشار وهو هيقول لك تعملي ايه بالظبط. استاذ امل ربنا يشفيكي يا رب وتقومي بالسلامه ان شاء الله. هي طبعا المساله دي للاسف الشديد انسانيه قبل اي شيء، انسانيه جدا ومتكرره. يعني الزوج النهارده بيجد ان هو خلاص اغراضه من زوجته دي انتهت، وبالتالي هو بقى اصبح ايه، عبء عليه يتركها ويترك الاولاد وراها ويهج كمان. بس هيسال عنهم طبعا للاسف الشديد. وانا بقول لها في اماكن يعني بتتولى الرعايه للحالات الاجتماعيه اللي زي كده كتير، وخاصه وزاره التضامن وبنك مصر الاجتماعي بيهتم بالمسائل اللي زي كده، فممكن تلجا ليه او تشوف طرق من الطرق ليها. هي بتقول انا عايزه محامي، فانا بنصحها ان هي تروح لاقرب محامي ليها في المنطقه اللي هي ساكنه فيها، علشان خاطر تيسير الاجراءات والتعامل مع المحكمه بشكل بنفقه اقل او بتكلفه اقل من المعتاد يعني. الحاجه الثانيه هتعمل ايه؟ هي طبعا ما قدمهاش مصير غير مصير اجباري، نفقه الاولاد. ترفع عليه نفقه اولاد، وترفع عليه اجر مسكن، وبالتالي هو اكيد مش موفر مسكن، وترفع عليه طبعا دعوه الطلاق للضرر او للهجر، لان هو كمان شهرين ومش يعني للاسف الشديد مش هيكمل، او لو ما كملش ترفع عليه للشقاق والنزاع ما بينهم. وبالتالي بتاخدي كل حقوقك ان شاء الله بحكم المحكمه، وتجيبي شهود برضه بالواقع نفس الكلام باللي حصل، ويقدروا يثبتوا في المحكمه بكافه طرق الاثبات ان هي ليها ان هو بيتعامل معاها معامله سيئه، وان هو هاجرها او سابها وما بينفقش عليها ولا على ولادها. وبتاخد احكام النفقه دي تقدمها في دعوى الطلاق، وان شاء الله ربنا بيحكم لها بالخير يعني ان شاء الله. طيب لها حاجه جديده. سياده المستشار قبل ما ينتهي وقتنا، انا عايز تدي نصيحه لكل زوج ولكل زوجه في شهر رمضان، يعملوا ايه عشان يحافظوا على الاسره بدل ما يتسرعوا ويروحوا المحاكم؟ والله انا نصيحتي لاي زوج وزوجه تقوا ربنا، يعني يعني تقوى الله عز وجل تفرج الهموم وتفرج الكروب وتمنع الخلافات والشقاق ما بين الزوج والزوجه. لو كل انسان او كل زوج او زوجه تقوا ربنا في تصرفاتهم مع زوجاتهم وفي اسرتهم ومع اهلهم ومع جيرانهم، ان شاء الله ربنا عز وجل يمنع عنهم الخلاف ويمنع اي شقاق ما بين الزوجين ان شاء الله. فنصيحتي ليهم ان هم يعاملوا ربنا، وربنا عز وجل يفرج همهم ان شاء الله. طب كنقيب للمحامين، وطبعا احنا عارفين ان في انتخابات للنقابه شغاله، يعني نصيحتك لكل الزملاء المحامين بتقول لهم ايه اذا كانوا جايله حد، يعني يعمل ايه معاه؟ هل ان هو يبتدي يجري في الاجراءات، ولا يبتدي ان هو ينصح ويشوف ويتكلم الوكيل بتاعه؟ دايما احنا بنقول في قضايا الاسره، وخاصه في النزاعات الخلافات الاسريه او الزوجيه اللي ما بين الزوج والزوجه والاب والابن والاخ والاخ، بننصح بما يرضي الله انهم يحلوا الخلاف ده بشكل ودي. وانا الحمد لله لسه من اسبوع خلصت مشكله كانت تدور بين عائله زوج وزوجه لمده اكثر من عامين، وكان النزاع ما بينهم في المحكمه شديد جدا، ولكن الحمد لله قدرت احتوي الاطراف كلها وحل ما بينهم، والحمد لله على يدي انا رجعتهم اتجوزوا بعض على يدي انا، ومعهم ابني هم بيتولوه. فالحمد لله يعني احنا بنسعى دائما في قضايا اللي ما بين الاهل والاسره اللي فيها اعتداء على النفس، بنحاول نلم الموضوع ما بينهم وبين بعض، بنحاول نقرب وجهات النظر، بنحاول نمنع الخلافات اللي ما بينهم بشكل، ونبسط المساله هنا ونبسط المساله هنا. وانا دايما بنصح كل اخواتي وزملائي المحامين ان هم يحلوا الامور الوديه دي بشكل، الاسريه دي بشكل ودي مبسط، علشان خاطر ده حاجه فيها ثواب قبل ما يكون فيها مال. فلو انت بصيت للثواب هتلاقي اجر اعظم واكبر من المال. فياريت بتتجه ان انت تتجه لحل المسائل الوديه بشكل محترم وبشكل قانوني بشكل مهندم وبشكل يعني ربنا عز وجل يرضى عنك ويرضى عنهم، وده هتجده في الدنيا وفي الاخره، وهتجد ان ربنا عز وجل عوضك برضو مال افضل من ان انت كنت تتخيل تزود وتقول لا ده احنا هنرفع وهم يرفعوا، وتزود ما بين في النفوس يعني ما لا يطيقه الا الشيطان يعني. شايف حضرتك ان محامين مصر، وطبعا مصر انجبت السنهوري و
عظماء القانون في مصر والعالم كله. أساتذتنا طبعا. ويعني هم اللي علموا كل الدول اللي حوالينا القانون. طبعا. دايما مصر رائدة في كل ولادة طبعا. دايما مصر رائدة في كل أو في معظم المجالات سواء القانون أو الطب أو الفلك أو علم النفس أو الهندسة. بصراحة إحنا دايما مصر هي تاريخ، هي عظام، هي حضارة فعلا 6000، يعني مش كلام بس، هي فعلا بنجد بنسافر بره مصر بنشوف، لا نجد ان المصريين في كل دول العالم هما يعني رائد في مكان، رائد في ليدر في المنطقه في الدوله اللي هو فيها، فدي حاجه عظيمه يعني تشرف مصر وتشرف العالم. شايف كله. محامين مصر بخير؟ بخير. بص هو طبعا يعني يمكن اقول ان كان في عصر الخواجه هو اخر عصر لنقابه المحامين او اقوى عصر لنقابه المحامين، النقيب احمد خواجه رحمه الله عليه. ولكن هي دائما نقابه المحامين تمرض ولا تموت. بنقول دائما نقابه المحامين هي تمرض ولا تموت. ممكن يحصل نزاع ما بين الاخوه الزملاء المحامين في فتره من الفترات، ولكن وقت الجد ووقت العوزه تجد المحامين عصبه واحده، ايدهم في ايد بعض، واجهه واحده قدام اي طغيان واي حد بيحاول يعتدي على نقابه المحامين. ان كان الفتره دي في خلافات ما بين الزملاء على الصراع على الكرسي، فده أمر طبيعي جدا في أي مجال، بتجده في دول العالم، بتجده في مقاعد السياسية سواء رئاسة سواء شعب سواء شورى سواء محليات، بتجد إن في صراع دايما على الكرسي، وده بنقول عليه يعني منافسة شريفة. ولكن في نقابة المحامين هي نقابة العلم ونقابة الحقوق والحريات ونقابة الثقافة كلها، لازم إن احنا نتحلى بالأخلاق. يعني لما يكون في خصم شريف ده حاجه تشرف او واجهه تشرف نقابه المحامين. احنا بنقول دايما نقابه المحامين هي في امن وامان، لان هي قلعه الحريات، هي صمام الامان للامه العربيه وخاصه مصر، هي صمام للشعب المصري في كل منحى. احنا دايما نقابه المحامين بتشارك في الاراء السياسيه والاراء الاجتماعيه والاراء الدينيه، بتجد ان نقابه المحامين هي موجوده في كل بيت، سلطه موجوده في كل بيت، يعني اي بيت او اي عائله تجد فيها محامي. وبالتالي احنا بنتكلم على ان دي دوله نقابه المحامين وليس نقابه المحامين، هي دوله نقابه المحامين. فانا بشكرك انا اللي بشكرك طبيعي. حضرتك، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل محامين مصر ان شاء الله، ونتمنى ان ربنا يولي من يصلح لرئاسه نقابه المحامين ان شاء الله. ودايما مصر ولاده بمحامينها اللي هم بيكونوا بجانب وبيطبقوا القانون على انفسهم. صحيح. قبل ان يطبقوا على غيرهم. ربنا يبارك فيك يا هادي، وسعدنا جدا باللقاء. انا سعدت بحضرتك والثقافه العاليه اللي حضرتك الوعي اللي حضرتك فيه، وتشرفنا بيك وبكل انا تشرفت بيك، وان شاء الله على امل يكون بيننا لقاءات اخرى دايما ان شاء الله. شكرا ليك. احنا اسعد. اعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء ان نتقدم بالشكر للمستشار القانوني جمال شمس الدين نقيب محامين اكتوبر والشيخ زايد، على امل ووعد ان يتجدد اللقاء معكم في حلقات اخرى على قناه الصحه والجمال وبرنامج من الحياه. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.